السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف خير، وتقبل الله صيامكم إن شاء الله. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، رحب بكم أجمل ترحيب. واليوم إحنا عندنا أنت عمري لكوكب الشرق أم كلثوم، كثير من طلبات رادوها أنه أخذها على درجة وأقرأ لهم الصولفيج وأعزفها كما أعزف بقية الأغاني. وطبعا هي من مقام الكرد، وأيضا راح نبدي نعزفها. قبل ما أبدي، هناك الدورات الموسيقية اللي 8 محاضرات، اشتراك شهري بسعر بسيط، وبالتالي هذه الدورات أنت راح تدخل بها إذا أنت كنت من الصفر وفق منهجية ثابتة وبسيطة، وتتعلمها وتدخل مباشرة على العزف من خلال من قوي أول شيء الأصابع الريشة، وندخل دايركت بمقام العجم. وهناك تفاصيل أخرى، رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو اللي يحب يشترك. رحب بكم. إذن ناخذها على أوطأ لأنه كونه متعلمين، راح ناخذها من الدو وري، أو هم ياخذوها هناك، يعني أكو بقية الأغاني وحتى يبقى الأصل ري صال لا فا مي فا صال. أوكي، فإحنا راح ناخذها بطبقتها، أفضل طبقتها الأصلية ري صال لا فا مي فا صال لا سي دا مي دو ري سي لا صال مي دو ري سي لا صال سي صال لا فا مي فا صال سي صال لا فا مي فا صال مي دو ري سي لا بدأ ما ناخذ اللي عليه، نقدر ناخذ أقل الجزء الثاني حتى تكون بالنسبة للمتعلمين، أتحدث للمتعلمين المبتدئين وليس المتقدمين، حتى تكون بسيطة علينا. هنا راح يدخل، لازم يدخل لهنا، هو بعد ري مي مي ري 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 مي مي دو ري ري دو 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 ري ري do do si do ba si do do si re do re si do sol ba na re fa mi do mi re do sol fa mi re yani re fa mi sol mi re. إذن إحنا راح نبدأ بيها من جديد بالعزف. بالأغنية، لكن احنا نحب نقسمها جزء جزء حتى انت تكون مو صعبة عليك، لان حتى لتكون بالنسبة للمتعلم مبتدئ تكون لازم انه تحفظ جزء جزء بسيط، وبعدين يكمل حسب طلباتكم نكمل الأجزاء الباقية. فانت شوف انا اخذتها وبعدين رجعت بكم للقرار، ليش؟ حتى لتكون صعبة عندك بالجوابات بالنسبة للهاوين المبتدئين. اتحدث
أتمنى أنه أعجبكم الفيديو، وأشكركم لمتابعتكم هذا الفيديو، وأي إضافات حاضر آني وبخدمتكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك، والاشتراك بالدورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات. ولا تنسون اللايك والاشتراك، وصيام مقبول، ومع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.